مساء الخير. هل عرفتم الآن لماذا نحاربهم؟ لأنهم يؤدون الدور المطلوب منهم كجهة عميلة وكأداة ستمرر من خلالها مشاريع مشبوهة لن تصب إلا في خدمة النظام. اليوم يكشفون عن وجوههم علناً وعلى المكشوف وبدون خجل ولا حياء بعد أن فضحناهم وما زلنا نفعل. هل عرفتم الآن لماذا نحاربهم؟ لأنهم لا يفرقون شيئاً عن ميليشيات الفرقة الرابعة التي تدق الآن أحياء درع البلد لتسلمها إلى إيران، وهؤلاء ربما سيصب هدفهم النهائي بتسليم إدلب لميليشيات إيران. اليوم يكشفون عن وجوههم بشرغنة النظام الذي قتل وهجر الملايين. يفتحون المغابر لإدخال المساعدات الغذائية. وهل إدلب بحاجة لمساعدات غذائية يا من سرقتم قوت أبنائها وثرواتهم وأموالهم وجعلتموها في بطونكم وبطون مرتزقتكم وزبنيتكم؟ إدلب لا تجوع. إدلب تطعم سوريا وما حول سوريا. إدلب لا تجوع إلا بظلم أو بسوء إدارة، وأنتم جمعتم الاثنين وجمعتم فوقها كل الحثالات والفاسدين وجعلتموهم يتحكمون بأهالي إدلب والنازحين. منعتم دخول الفليفل والملوخية ومواد زراعية أخرى من مناطق درع الفرات التي يصفها شرعيوكم بديار الكفر، وتسمحون اليوم بدخول قوافل من مناطق النظام لا لشيء إلا لشرعنته ولتسويق أنفسكم. إلى هذه الدرجة استهترتم بالسوريين وبأهالي إدلب؟ إلى هذه الدرجة تظنون أن هذا الشعب ميت ومسحوق بالذل والغار والمهانة؟ أوجعتكم أورينت، أليس كذلك؟ تريدون أن نسكت عن جرائمكم ونطبل لانتهاكاتكم ونكتب عن العصافير التي تزقزق في إدلب التي حولتموها إلى جحيم؟ أورينت التي تقولون إنها تبث من هذه الجهة أو تلك، اسألوا مخابراتكم من أين تبث تقاريرها وبرامجها. من هنا، من تركيا، ومن وسط إسطنبول، وليس من اليوم بل منذ عامين، وكانت قبلها في القاهرة لثلاثة أعوام. وحتى لو انتقلت إلى المريخ فلن يتغير في الأمر شيء. أورينت لا تخافكم ولا تهابكم كما لم تخف غيركم. أورينت مدرسة خرجت المئات من المشهود لهم بالقدرة والكفاءة. أورينت مدرسة خرجت إدارات تدير كبريات المؤسسات الإعلامية. أورينت تنتمي لمجموعة تدير مؤسسات عالمية مشهودا لها بالنزاهة والخبرة والأهمية والمكانة المرموقة على مستوى العالم. انظروا إلى أنفسكم، يا من جعلتم من بلاد هي جنة الله في أرضه مزرعة لكم ولعصابتكم الدخيلة، وجوعتم أهلها الذين صاروا يقتلون على الحدود التركية هربا من جرائمكم. أورينت التي عندما كان مراسلوها في الخطوط الأولى على الجبهات وتحت أزيز الرصاص وهدير الطائرات، كانت قياداتكم تتسابق للظهور على شاشتها وإجراء المقابلات، وما زالت لم تكن وقتها عميلة مأجورة أو صهيونية وماسونية كما يروجون اليوم، لكن حقيقة افتراءاتكم الكاذبة لم تعد تنطلي على السوريين. أورينت الإعلامية يواكبها على الأرض أورينت الإنسانية التي قدمت وتقدم ملايين الدولارات شهريا لأهالي إدلب والنازحين إليها والمهجرين. في شهر ديسمبر وحده قدمت ما قيمته 8 ملايين دولار أمريكي أدوية ومساعدات طبية، ومن بداية السنة إلى اليوم تقدم ما بين 1 مليون و2 مليوني دولار قيمة مساعدات إنسانية وطبية. نحن نقدم، أنتم ماذا تقدمون؟ ما الذي فعلتموه لهذه المنطقة سوى أنكم تحكمونها بمنطق العصبية والقبلية التي أتعبت الناس وأرهقت البلاد والعباد؟ ما الذي قدمتموه سوى السجون والمعتقلات والسياط والتجويع والفقر؟ أورينت التي أوقفتم مراسليها عن العمل لن تترك أهالي إدلب وحدهم في وجه الجور والطغيان، ولن تتخلى عن مهامها التي نذرت نفسها لأجلها. لسنا نحن من ترك الثورة وراء ظهره وراح يعمل كقاطع طريق يلهث خلف أرزاق الناس وأقواتهم، يفرض عليهم جبروته واستبداده بقوة السلاح. ولسنا من نصب نفسه حاكما على هذا الشعب المسكين
بالقوة والإكراه، وكأنها مزرعة ورثها غنابي يقتل ويسجن من يشاء ومتى يشاء دون أي حسيب يخشاه أو رقيب. اسألوا الجولاني عن عصبته التي جمعها حوله بحكم القرابة تارة والنسابة منه تارة أخرى، وبحكم الطاعة العمياء والولاء المطلق لأموال الأمير. أولئك الفاسدون الذين جمعهم الجولاني حوله بعد أن حارب أهل البلد من أصحاب الشهادات والكفاءات وطاردهم ولاحقهم ليسلط عليهم هؤلاء الأميين وعلى رقاب جميع السوريين. أولئك الفاسدين الذين لا يجدون إدارة قن للدجاج، وها هي إنجازاتهم تفوح رائحتها من بعيد وتشهد على عصر سوداوي لم تشهده إدلب منذ أن وجدت على هذه المعمورة. تجوع إدلب اليوم ويحتار الناس في إيجاد رغيف الخبز، وهي المدينة الزراعية القادرة على إطعام دولة كاملة لولا سوء حاكميها وفسادهم القبيح. قبل 1400 عام قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ اليوم نعيدها نحن على مسامعكم يا ميليشيات الجولاني، ونقول لكم باسم كل أولئك المقهورين في إدلب: متى استعبدتم السوريين وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ اعدلوا بين المهاجرين والأنصار ولا تسلطوا المهاجرين على أهل إدلب لأنهم متمدنون فقدوا عصبيتهم. لتغرنكم قوتكم الزائفة التي انفضحت بهروبكم من مدن كالقلاع وتسليمها للروس والإيرانيين، لتستعرضوا بها اليوم على هذا الشعب المنكوب، هذا الشعب الذي إن يصبر عليكم اليوم قسرا فلأنه تعب وأرهق من حروب أنهكت جسده وعظامه، لكنه إن انفجر سيحرق الأرض من تحت أقدامكم. أيها السوريون، انزلوا إلى الشوارع واقلبوا عاليها سافلها على الجولاني وعصابته قبل أن يسلم رقابكم إلى بشار. انتفضوا في وجه قاتل أولادكم ومنتهك أعراضكم كما فعلتم في وجه بشار من قبل، ونحن معكم لا نحيد. مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، بالأستاذ ياسر بدوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بضيفي من عمان الأستاذ زياد الريس الكاتب الصحفي، أرحب بضيفي من واشنطن الأستاذ بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق، كما أرحب بضيفي من عزاز بالأستاذ المحامي عصام الخطيب القيادي السابق في هيئة تحرير الشام. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. أبدأ معك سيد عصام الخطيب، وبحكم قربك السابق وخبرتك بهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا، كيف تقيم اليوم فتح مغابر لإدخال المساعدات الأممية الغذائية إلى إدلب، فتح مغابر مع النظام من قبل هيئة تحرير الشام؟ تصل يعني هذه المساعدات الأممية إلى النظام، يعطي النظام حصة للجولاني تدخل إلى مناطقه، إلى الحكومة المؤقتة طبعا أو حكومة الإنقاذ، ويقوم هو بدوره بتوزيع هذه المساعدات كما يفترض. الحمد لله. مساء الخير لك والسادة المشاهدين، السلام عليكم. مساء النور. في الحقيقة يعني نقلب الموضوع من عدة نواحي، من الناحية الأخلاقية يعني هو في قمة الحس والنزال الآن أن نفتح مغبر مع النظام ونتلقى منه مساعدات في حين هو في هذه الأثناء الآن ونحن نتكلم حتى الآن يقصف أهلنا في درعا ويسمهم سوء العذاب، يحاول ميليشيات النظام تحاول اقتحام درعا البلد، أهلنا في درعا محاصرون منذ أشهر، جائعون، الطحين عندهم يعني نفد والمواد الأولية حليب الأطفال، الوضع مأساوي في درعا، والجولاني يأتي الآن ليفتح معبر مع النظام ليدخل يعني حاجيات لسنا بحاجة لها أصلا. هذا من الناحية الأخلاقية. أما من الناحية السياسية فيعني يجب أن نبارك الآن لبشار الأسد الذي سيظهر نتيجة هذه الخطوة بمظهر القائد المتسامح الطيب الذي يعني يجود على هؤلاء الجائعين
بلقيمات ويسامحهم على ما مضى. من الناحية الثورية هو يعني تغلب تجسيد للتغلب العسكري واستخفاف بالقرار الثوري وبالإجماع الثوري واستخفاف بمشاعر السائرين واستخفاف بدماء الصبار والمجاهدين. لا أحد في الشارع، لا أحد في الثورة، لا أحد يقبل في بهذا المعبر، لا أحد يرضى به. الجميع عبر عن رفضه، ولكن الجولاني يصر على موقفه ويصر على إدخال هذه المساعدات. لماذا يا سيد عصام اليوم؟ يعني قد يقول لك أحدهم كما تحدث عن درعا والحصار على درعا والمحتاجين في درعا اليوم، أيضا هناك نازحين ولاجئين ومن أهالي يدلب أيضا حالتهم المعيشية أيضا مأساوية، ولا يوجد إلا هذه الطريقة ليتعاطى معها الجولاني. أليس يعني شيء أفضل من لا شيء؟ هل ما المطلوب من الجولاني اليوم وهيئة تحرير الشام؟ رفض كل هذا يدخل منه مئات الشاحنات. معبر باب الهوى مفتوح. أنت الآن بهذا المعبر الآن ستعطي ذريعة للنظام. كنت سأقولها في الفقرة القادمة، يعني أعطيت ذريعة للنظام بأن أمام المجتمع الدولي ورقة رابحة بيد النظام ليقول لهم تفضلوا، هم المعارضة يقبلون منا أن نبتل المساعدات من طرفنا من داخل سوريا، فلماذا نلجأ إلى لدولة أخرى ولمعابر دولية؟ هاتوا المساعدات للنظام إلى دمشق، إلى مستودعات دمشق، حتى نحن نوزعها إلى أهالي. يعني ما تحاول أن تقوله أنه كان بإمكان الجولاني أو هيئة تحرير الشام أن ترفض هذه المساعدات أو طريقة إدخال هذه المساعدات وأن تشترط أن تدخل مباشرة إلى إدلب عن طريق باب الهوى مثلا؟ طبعا طبعا طبعا، هذا الموضوع قديم، تناقشنا به قديما وأصبح عليه ورشات قديم من 2013، وكان هذا الخط الثوري وهذا هو القرار، يعني لا نقبل المساعدات إلا عن طريق الحدود الدولية، لا نقبل المساعدات من طرف النظام نهائيا. لماذا برأيك اليوم الجولاني يتخذ مثل هكذا خطوة؟ قلت لك ربما هو تجسيد للتغلب العسكري الذي قام به ليقلبه إلى تغلب سياسي، ليقول للروس أنا الآن موجود هنا، أنا الذي أمثل الجميع، والروس يريدون يعني خادما يعني يؤدي لهم المطلوب، والجولاني يعلن ذلك صراحة. بس هيئة تحرير الشام تحارب الروس، تحارب الإيرانيين، تحارب النظام. نعم، يعني أنت تتحدث عن أعداء وليس حلفاء، الروسي وهيئة تحرير الشام. بالنسبة للجولاني أعتقد كلمة أعداء يعني لم تعد تعني له كثيرا، يعني هو ينظر إلى الجميع، إلى روسيا، إلى أمريكا، إلى البيكيكي، إلى كل الأطراف اللاعبة الآن، كل يتعامل معهم بحسب ما يخدمونه في بقائه على عرش إدلب. تتحدث من منطلق خلافك معهم يا أستاذ عصام، أم أنك تدفع الموضوعي وتوصف الواقع؟ هم يعلمون أنني منصف معهم أكثر من غيرهم. طيب، أرجو منك البقاء معنا أستاذ عصام، أعود إليك بعد قليل. أنت قليل أستاذ ياسر بدوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ورحب بك معنا من جديد. استمعت إلى كلام أستاذ عصام وهو قيادي سابق في هيئة تحرير الشام، وقال لك لا مشكلة اليوم بكل الخيارات طالما أنها تبقي الجولاني في الحكم وتبقي هيئة تحرير الشام هي المسيطرة. ما رأيك بما قاله؟ أولا تحية لك أستاذ أحمد ولضيوفك الكرام وللمشاهدين والمتابعين الآن. أهلا وسهلا. اسمح لي أن أعلق تعليق بسيط على المقدمة ثم أنتقل لما تفضل به السيد عصام. والتعليق على المقدمة لن يكون من أي زاوية إلا من زاوية صحفية فقط، لا أكثر ولا أقل. يعني هناك العديد من الأفكار التي ظهرت، أنا دونت بعضها طبعا. اسمح لي أن أقول أنها خرجت عن الإطار الصحفي. من ناحية التحريض، انزلوا إلى الشارع وانتفضوا، هذا تحريض. من ناحية الأوصاف التي وصلت بالعميلة وبأنهم خدمة النظام ومشاريع مشبوهة ولا فرق بين الفرقة الرابعة، لم أجد أي رابط التشبيه ما بين الفرقة الرابعة وما بين هيئة تحرير الشام، أن هناك يريدون أن يسلمونها أو يخدمون إيران وهنا يسلمونها إلى إيران، وكل الاتهامات تأتي للهيئة بارتباطها بتركيا على العموم. بكل الأحوال هي ملاحظة، وكما قلت من الموقع الصحفي صحفيا، يعني أنتم اتخذتم موقف وليس موقف فقط. متأكد أنه من منطلق صحفي أستاذ ياسر؟ طبعا من ليس منطلق صحفي بحت، ليس بحكم النسب كما قلناها في المقدمة. نسب ماذا؟ النسب أبو حفص البدوي
ونسبه مع أبدا أبدا لا لا يعني لا, لا, لا أقول لك أحمد لا يعني شيء لا قتيبة بدوي ولا حزيفة ولا أبو محمد الجولاني يعني بقدر ما يقدمونها إلى هذه المنطقة والمناقشة على هذا الأساس بكل أنا بس عم بسأل عم بستوجب جميل مبدأ جميل صحفي جميل ولا مبدأ أنا أقول ونسأل. لك أنا وضحت منذ البداية من الناحية الصحفية لا يمكن أن نقول دخلنا في التحريض انزوا إلى الشارع وانتفضوا هذا من جانب هل يجوز وسيلة إعلامية نعم يجوز ولا ننكر ذلك رأيك نحن هذا. نحرض اليوم رأيك. المقهورين في إدلب المظلومين من هيئة تحرير الشام أن ينتفضوا في وجهها أجمعت كل الأعراف وأخلاقيات المهنة وغيرها ولا نريد الدخول كثيرا إذا ما قمنا به من تحريض الشارع ضد بشار الأسد أيضا ليس من أخلاقيات المهنة لم نحرض الشارع لم يكن هناك إعلام حرض الشارع نعم أوريانت حرضت الشارع هناك إعلام اسمح أنا عم بعطيك إياها جاهزة أوريانت حرضت الشارع هذا شأن أوريانت والجزيرة فعلت كذلك طيب. ولوبت في بداية الثورة 70,000 مرة في البيضة وغيرها أنا أقول هنا في مهنية معينة تلعب ولكن أنا أقول في نقطة الإعلام لم يبدأ في التحريض هو كشف الوقائع هو كسر احتكار المعلومة التي حاول النظام وغيرها الذي يحاولون أن يحتكرون المعلومات حتى أمريكا أثناء ضرب العراق احتكرتها بالCNN وهناك من حاول أن يحتكر هذه المعلومات وقتها من الصحف الأمريكية التي كسرت طيب. احتكار بس تأخذني لموضوع آخر خلينا بموضوع أنا قلت لك ملاحظة عند سؤالك تابعنا في الموضوع قلت من زاوية صحفية ولا أنصب نفسي أي شيء كل ما هنالك أقول رأي في هذا الموضوع جميل. وأتضامن مع أورينت ما حدث في قضية المنع لأنني صحفي ولا أريد لحرية الإعلام أن تنتهك مع من أي كائن ما كان في الأرض أنا جميل. أتضامن وأقولها صراحة وقلتها أيضا بكل صراحة أتضامن مع هذا ويجب أن تعود أورينت وليس من حق أحد أن يوقفها عن العمل في إدلب لأنها من المعابر اليوم والمساعدة بالنسبة للمعابر يعني الأستاذ أو الأخ عصام وهو محامي وقانوني وكان في هالهيئة عندما يقول لك أن الجولاني لم يعد له يعني له الأعداء معنى ذلك أنهم كانوا يعني وهذا أول نقطة النقطة الثانية أنه يستفيد من كل قوى ليت الجميع كان يفكر بهذه الطريقة أنهم بقدر ما نخدم الثورة بقدر ما نخدم القوى الموجودة على الأرض نتعامل على هذا الأساس بالنسبة للمساعدات وفتح المعابر هيئة تحرير الشام بس للتوضيح أمام المشاهدين تخدم الثورة وتخدم أهالي إدلب بكل تأكيد والمهجرين بكل تأكيد ولا شك في هذا الموضوع كيف شرح لنا في موضوع أول نقطة في هذه الخدمة ولنقل الوظيفة التي تؤديها والصندوق الذي رسم لسوريا هي جزء منه هي جزء منه لماذا ليبقى النظام مشتتا ومشلولا ولا يمكن لا هو ولا روسيا ولا أي قوة في العالم أن تفكر بأنه يمكن أن تعود إلى ما هي وعندما يكون هناك حل في سوريا بكل تأكيد لن تبقى هيئة تحرير الشام ولن تبقى قسد ولن يبقى شيء ولكن اليوم إن نحن قلنا فلتذهب الهيئة إلى جهنم أو تذهب تخرج خارج سوريا وبالتالي سيعود النظام ويسيطر على المنطقة ليس بالضرورة من سيسيطر؟ ليس بالضرورة من سيسيطر؟ فصائل الثورية كثيرة أي فصائل؟ كثيرة أين هي؟ موجودة في إدلب فلتوجد هذه في الفصائل ولتنتزع الثوري والفصيل الثوري لا يعترف بأي شيء عندما ينتفض لا ينتفض طيب هلأ ولا هذا يذهب هذا أيضا موضوع آخر بدي تشرح لي كيف اليوم هيئة تحرير الشام تخدم أهالي الشمال الغربي لسوريا أهالي إدلب والمهجرين إليها في موضوع المعابر مع النظام وإدخال المساعدات حصرياً عن طريق النظام كيف؟ الآن هذه النقطة أنا يعني أنا لست من المشجعين لها حقيقة ولكن وجهة النظر التي يقولونها هم أن أي شيء يمكن أن تأتيه للمواطنين للناس للمهجرين في الخيام ومن من من أماكن كل سوريهم في إدلب فلا بأس أن نستفيد منها النقطة الثانية بس عندك معبر باب الهوى النقطة كان عندك معبر باب السلام هناك معونات لا تأتي يقولون من هناك أنت هذه اللعبة أنا أقول لك وجهة نظرهم وأنا قلت أنني لست معها ولست مع أي محاولة لكسر قانون قيصر حتى لو وافقت أمريكا حتى طيب. ما حدث مع الأردن ولكن هذه هي وجهة نظرهم من هذه النحاة أن يستفيدوا من أي شيء النقطة الثانية ودعنا دائما أن نرى الأمور من الأبعاد السياسية يستفيدوا من أي شيء أم أهالي إدلب يستفيدوا من أي شيء الأهالي الذي يفيد المواطنين الذي يفيد المواطنين أنا قلت وحتى هم يستفيدوا ممكن حدا يفهمك أنه الهيئة لا سمح الله بتسرق المساعدات أو شيء
ما بدي ورطق أنا، لأنه أنت قلت يستفيد. لا يوجد، لا يوجد توريط. طيب. لك الحرية فيما تشاء أستاذ أحمد. هم يستفيدوا بكل تأكيد، وهم استفادوا، وبعض منهم أصبح أباطرة في المال، يعني هذا ليس خافيا، وأنا لا أنكره دائم ولا أنكره أبدا. ولكن الآن أقول الوجهة النظر أن كل شيء يفيد النازحين والمواطنين فلنستفيد منه. النقطة الأبعد من هذه والتي أقراها أنا بخلفياتها هي قضية الأبعاد السياسية. كما قلت الأبعاد السياسية تريد الهيئة أن تقول أنها داخل اللعبة السياسية. هناك لعبة سياسية دولية بين روسيا، تركيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة تنخرط في هذه اللعبة أيضا، وهي تحاول كثيرا. هي نقطة التقاء بينك وبين عصام فكرة. تريد أن تقول طبعا الأستاذ عصام يعني بالنتيجة هو محامي وله رأي في الأوضاع السورية. يريدون أن يقولوا أننا نحن نستطيع أن ننخرط في هذه السياسات، ومهما كانت، ليس مهما كانت، كما تحاول أن تغازل الدول الفاعلة في هذه البقعة. النقطة الأخيرة التي أريدها على عجالة ولن أطيل، أن الوجود الهيئة الآن في إدلب، المحافظة على هذا الكنتون، أنا أعتقد أنه يخدم كل إنسان سوري مع الثورة أن يبقى هذا الكنتون على ما هو، بأخطائه وبعجره وببجره. جميل، بعرفك عم تتحرقص، عندك حكي كتير، رح أعطيك مجال بس طول بالك علي شوي. انتقل إلى واشنطن، ضيفي من هناك أستاذ بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق، ورحب بك معنا من جديد. ما الذي دفع اليوم منظمة مثل منظمة الغذاء العالمية أن ترضخ لشروط روسيا والنظام وتسلم كل المساعدات إلى النظام وهو يتصرف بمعرفته، إلى أن وصلنا إلى معادلة أن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام تأتيها المساعدات دايركت مباشرة إلى النظام، وهو يعطي لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام ما تبقى من أو حصتهم من المساعدات وفق ما يقدرها أو تقدرها الهيئة، ليقوم هو أيضا بهذا الدور. أين دور الأمم المتحدة اليوم بالتوزيع العادل للمساعدات الطبية والغذائية الإنسانية بالمجمل لمن يستحقها اليوم في دولة منكوبة مثل سوريا؟ شكرا على الاستضافة. فعلا النقاش بين الضيوف هو مهم وغني ويظهر أشياء كثيرة ستطرق عليها لاحقا إذا سمحت لي. طبعا. سؤالك، الأمم المتحدة هي منظمة ليست لديها سلطة سياسية، هي تعمل بتوافق الدول. بمعنى ما حدث اليوم أو أمس أو خلال اليومين الماضيين قد يكون سابقة تؤدي لما تفضلت في حضرتك بأن المساعدات ستأتي عن طريق دمشق، والدمشق هي التي تقوم بإعادة توزيعها بالطريقة التي تراها مناسبة لها. اليوم هي كانت طبعا يعني لتوضيح أيضا أستاذ بسام عذرا للمقاطعة، عن طريق ليس النظام مباشرة، عن طريق مؤسسات تابعة له، الشق الأول تابع لأسماء الأسد، الثاني ما يتعلق بالهلال الأحمر السوري. صحيح، ولكن الفكرة الرئيسية أن الأمم المتحدة هي التي قامت بتسليم هذه المساعدات إلى النظام. هذا هو ليقوم بنقل هذه المساعدات عبر المناطق الحدودية أو المناطق cross border بين مناطق النزاع. هذه النقطة الخطيرة. بس هون السؤال، لماذا؟ بما أنه تم التمديد على إبقاء معبر باب الهوى كما أخبرت لستة أشهر، قبل أيضا للتمديد ستة أشهر أخرى، من أجل ماذا؟ من أجل إدخال المساعدات الغذائية. لماذا إذن لا يدخل، لا لا لا، تدخل مساعدات من باب الهوى وتوزع تذهب إلى النظام؟ موضوع أعمق من ذلك. الموضوع كما أخبرتك، الأمم المتحدة هي ليست جهة مستقلة، ليست جهة حيادية أبدا. هي تخضع لتوازنات بين الدول. إذا الروس مارسوا ضغوط عليهم كبيرة ولم يجدوا من يقف معهم بمعنى الولايات المتحدة والمجتمع الغربي، هم سيقومون بتنفيذ ما جرى، ما طلب منهم. هم سيقولون نحن أدخلنا إلى باب الهواء العام الماضي 7,000 شاحنة، نحن اليوم أدخلنا 3 شاحنات فقط، لا يمكن مقارنة 7,000 شاحنة ب3 شاحنات. الخطورة بالموضوع هو أن يكرس هذا الأمر بالتدريج، بحيث نصل إلى ما تفضلت في حضرتك بأنه من أصل 7,000 شاحنة ممكن 3,000 شاحنة تصل عن طريق دمشق. الموضوع الأخطر أو الأبعد إذا أخذناه على المدى الطويل، الأمم المتحدة بشهر 12 مفروض أن يقدم الأمين العام الأمم المتحدة تقرير عن المساعدات الإنسانية في سوريا، سواء عن طريق باب الهوى أو عن طريق عبر المناطق المتنازع عليها أو عبر مناطق الكروس بوردر. إذا تمت الإشارة في التقرير بأنه جرت هناك
10 شاحنات على مدى 5 شهور أو 3 شهور من هنا لرأس السنة، وهي تمت بثلاثة وإلى آخره. الروس سيستفيدون من هذا الأمر ليقولون بعد سنة من الآن أو 8 أشهر لا حاجة إلى المعابر التركية. يعني الروس هو يزرع اليوم شيء سيحصده بعد 8 أشهر، هنا الخطورة. اليوم يعني هذا يمهد إلى إغلاق المعبر الأخير المتبقي 100%. ما يجري اليوم هو عبارة عن زراعة شيء سيتم حصاده بعد 8 أشهر. اليوم هم 3 شاحنات يقولون أنها تكفي 50,000 شخص سوري محتاج. السنة الماضية هم أدخلوا 7,000 شاحنة تقريبا تطعم 3 ملايين. فهو يقول أن يعني 3 شاحنات مش مشكلة تعملوا عليها مشكلة، ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مشكلة ومشكلة كبيرة عليها، لأنه مرة أخرى استمرارية هذا الأمر حتى بيخبروني الزملاء يا أستاذ بسام صاروا 15 شاحنة، مو بس 3 شاحنات. أنا ما بعرف يعني حتى اليوم الصباح يعني بعتقد كانوا 3 شاحنات حتى لو 15. صحيح يعني كانت 3 دخل بعضهم 12. أخي العزيز الفكرة وين حتكون؟ الفكرة حتكون مرة ثانية إنه الأمم المتحدة حتقول يا جماعة نحن دخلنا 7,000 شاحنة من طريق عن طريق تركيا، ودخلنا 20 شاحنة عن طريق النظام، النسب غير متساوية، فليش عم تعملوا مشكلة؟ ولكن المشكلة اللي حتكون إنه هي ستكرس شيء مستقبلا على المدى البطيء شوي شوي. هلا 20 حتصير 100 وال100 بتصير 200. الأمم المتحدة تقول وتدعي بأن هذه الشاحنات تصل إلى أشخاص لا يستطيع الوصول إليهم عن طريق تركيا، وهذا أعتقد أنه شيء مبالغ فيه، حتى لا نقول كذب نقول غير مبالغ، مبالغ فيه بالتوصيف 50,000 شخص، لأنهم بأقوالهم أنهم عن طريق تركيا أو الطريق الذي هم يسكمون بها. طيب. عدد أشخاص الذين وصلوا إلى 3.5 مليون. السؤال الأخطر يعني هذا الجانب الروسي الشرعي مع النظام لتشريع النظام بطريقة مختلفة. لماذا تقوم جبهة النصرة بهذا الأمر؟ يعني أنا سأختلف مع ضيفينك بالتوصيف مع كل احترام لهم. جبهة النصرة هي جبهة إرهابية، جبهة ليس لها علاقة بالثورة السورية، هي كانت من هي وداعش وكل جماعات الإسلامية والفكر الإسلامي السياسي جزء كبير من الذي خرب الثورة السورية. الثورة السورية لم تكن لإقامة دولة إسلامية بأي طريقة إن كان، كل الشعب السوري مسلم، وسوريا معروفة تاريخيا بأنها صحيح مجتمع بالتأكيد. تخرج علماء الإسلام من سوريا ككل بلاد الشام. لسنا بحاجة لشخص يعلمنا كيف نصلي وكيف نعبد الله ونخاف من الله. بس ليست كأحد الجهات التي تحارب النظام اليوم وحاربته منذ البداية يا أستاذ بسام؟ حاربته لهدفها ولم تحاربه للشعب. يعني حاربت في كثير من المناطق، هي انسحبت جبهة النصرة في كثير من المناطق، هي حققت يعني في بدايات إدلب لا يستطيع أن يقول أن جبهة النصرة قامت بتحرير كثير من المناطق، ولكن لم تحرر المناطق لتحرير المناطق ضمن إطار الثورة. هي يعني كانت عملياتها العسكرية تبين فيما بعد 2 أو 3 سنين أن لديها مشروعها الخاص، وهي تستفيد من هذا الظرف. يعني هي كثير سلمت مناطق على الام 4 السنه الماضيه. جميل. والان ما الذي واليوم مستعد لا هم اغبياء، مع عفوا استخدام هذا الكلام. هم يعتقدون بان لديهم شرعيه، هم منظمه ارهابيه دوليه لا يمكن القبول بهم مهما عملوا مهما فعلوا كمنظمه شرعيه. ولا يمكن القبول بهم، مستحيل يعني. حتى من يدافع عنهم من الاجانب هم يقولون ستكون ادلب جزء من غزه كمثال غزه. يعني هذا بعيد عنهم. قد يقول لك أحدهم طالبان ما زالت حتى اللحظة رغم كل ما حصل. طالبان ليست منظمة إرهابية، طالبان ليس مصنفة. كيف مصنفة ما زالت ويطالبون الآن برفع اسمهم من على أحد الأحلام الأمريكية؟ هناك طالبان، لحظة شوي، طالبان كمنظمة أو كجهة هي ليست منظمة إرهابية. هناك طالبان باكستان هي منظمة إرهابية، وهناك منظمة حقان اللي هي ضمن طالبان هي منظمة إرهابية. حقاني، ولكن طالبان كمنظمة هي ليست إرهابية أبداً. هم يطالبون في من قياداتهم يطالبون، لكن هذا ليس موضوعنا. الموضوع حتى جبهة النصرة لا يمكن مقارنة حتى بطالبان يعني. ولا ليس لها شرعية شعبية، وليس لديها، هم عبارة عن قوة احتلال ضمن الاحتلال السوري، النظام السوري لسوريا جزء منهم. التركية تدعمهم، هذا شيء لا يمكن أحد أن يغفله، ولكن تدعمهم ليس محبة بهم، تدعمهم لتقايض بهم الولايات المتحدة على البيكيكي. هي تركيا وتقول هذه في محاضر رسمية في واشنطن وفي كل مكان. طيب. تقول للأمريكان أنتم لديكم PKK، نحن لدينا النصرة، خلصوا منهم نخلص منهم. هذا هو
طيب. الحقيقة جوهر السياسية التركية الأمريكية بهذا الخصوص. اسمح لي أتوقف عند هذه النقطة، أعود إليك بعد قليل أستاذ بسام، أنتقل إلى عمان وضيفي من هناك الأستاذ زياد الرئيس الكاتب الصحفي، ورحب بك معنا من جديد. اعذرني على طول الانتظار، ولكن لنعطي الوقت الكافي للأشخاص والضيوف الكرام للتعبير عن فكرتهم بشكل كامل. أستاذ زياد، اليوم نسمع أصوات في الشارع السوري في الشمال السوري رافضة لفتح هذه المغابر مع النظام، مع أنها تدخل مساعدات ستعود عليهم بالنفع أولا وأخيرا، ما السبب برأيك؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيوف. مساء النور. طبعا لن تعود بالنفع، لن تعود بالنفع على أي مواطن سوري، ستعود بالنفع على عناصر جبهة النصرة الإرهابية. نعم، جبهة النصرة حتى ما يدخل من تركيا تفرض أتاوى تصل إلى 40% من هذه المواد التي تدخل لتوزيعها على النازحين واللاجئين أو النازحين والمشردين هناك، وهذا هي المعلومة أعطيك إياها سمعتها من مسؤول في الأمم المتحدة، يعني تفرض 40%، وقال لي بالحرف النظام أيضا يفرض نفس الـ 40%. ما كنا نسمع 5% قبل 10% يعني، بس هلا 40% هي جديدة. نعم، تصل إلى 40% هكذا قال، وقال النظام نفس الشيء، وقال أن العقلية التي تتعامل بها جبهة النصرة مع آلية توزيع المساعدات لا تختلف إطلاقا عن ما تفعله المخابرات الجوية وأمن الدولة والحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في مناطق النظام، نفس الآلية. عليك أن تعطي هذه الكميات لتلك المنظمة، لأن تلك المنظمة تعطي مقاتلين وتعطي نساء مقاتلين وهم المبدعين، ومن ثم يتم السرقة وجمع الأموال على المشردين بالخيام ولا يصلهم جزء بسيط جدا أو أقل أو لا يصلهم نهائيا. فتات. هذا أولا. ثانيا، ما حصل الآن، نحن نشاهد حقيقة إحدى نتائج أو إحدى مخرجات أسيتانا. لا يمكن أن يقدم هذا الجولاني الإرهابي على هذه الخطوة دون ضوء أخضر تركي، هذا واضح تماما. تركيا وروسيا بات لهم مصلحة رئيسية بإغلاق معبر باب الهوى كمعبر إنساني، يجب أن يبقى معبر تجاري، ويجب أن تصل المواد التجارية الآن من تركيا إلى النظام عبر إدلب، رغم أنها لم تنقطع عبر البحر. يوميا عمار مخلوف ينقل مئات الأطنان من الدجاج المجمد والدخان المهرب والبترول والوقود وكل شيء، يعني البترول والوقود يذهب إلى تركيا، حتى لا أحد يفهم أننا نستورد إلى سوريا، لا، هو يذهب إلى تركيا بواسطة الفلوكات، وتأتي الفلوكات مليئة بالدخان ومليئة باللحوم المجمدة وبالمواد الغذائية ويقوم ببيعها. الآن هذه العملية يفعلها تماما الجولاني مع عدة معابر مع النظام، وهذا شيء مشرع. الجولاني منذ أن ظهر في الثورة السورية لم يكن سوى شريك مباشر للنظام، يعني أنا أريد أن أقول لك عندما كانوا في الغوطة الشرقية كان عددهم قليل، كان يأتي المدعو أبو مالك التلي الذي افتعل خلاف كبير وافتعل قصص إرهابية مع لبنان ليعطي شرعية لحزب الله ليحتل القلمون من خلال مسلسل اختطاف الجنود اللبنانيين الذي هيأه له حزب الله، يدخل إلى الغوطة الشرقية ويظهر ببعض الأعلام السوداء، راياتهم السوداء، وكان عملهم في الغوطة مقتصر فقط على معبر أو على نفق عربين، لم نسمع عن أي استهداف لنفقهم، لم نسمع عن أي شحنة مواد أدخلت للغوطة عبر جبهة النصرة من البرزة والقابون عبر النفق وألقي القبض عليها، لم نسمع عن أي شحنة نحاس أو خردة كانوا يخرجونها بشكل دائم، هم مهتمين تماما بهذه الأمور ويبيعونها وتصل إلى إدلب ويرسلون التماثيل التي عسر عليها والآثار التي عسر عليها في الغوطة الشرقية، ثم كانوا أول من ركب الباص الأخضر. كذلك الأمر في خان الشيح، هم من فعلوا وفعلوا وفعلوا ولم يستهدفوا وأول من ركبوا الباص الأخضر. كل قيادي ماذا نفهم طيب زياد؟ لم يقتلوا. ماذا نفهم من كل الخسائر بالأرواح والعتاد والمغارك التي كانت جبهة النصرة في البدايات مع باقي الفصائل الثورية في المقدمة ترسل الانتحاريين وتنسر المفخخات وتكبد النظام خسائر فادحة، ماذا نفهم من كل هذه اللعبة مثلا؟ هي أقذر من لعبة، هي أقذر من لعبة. كيف؟ يعني هم أتوا بمرتزقة مقابل أموال وقالوا أن وتبنوا عمليات لم تحصل، كل تفجيرات دمشق التي كنا نشاهدها، التفجيرات التي كانت تظهر أمام فرع فلسطين وأمام فرع من الدولة، تفجيرات على أساس أنها تفجيرات نوعية لم يقتل فيها سوى مواطنين، وكانت تعلن هذه الجبهة الإرهابية مسؤوليتها عن هذا التفجير، ويعتقد البعض أنها فعلا هي من قامت بالتفجير. كل هذه التفجيرات أدت إلى انحياز المواطن السوري في كثير من المناطق ضد ما يسمى الثورة لاعتقاده أن هؤلاء ثواب وأنهم محسوبون على الثورة. ثم إضافة إلى ذلك، أليست جبهة النصرة مصنفة إرهابية في روسيا الآن؟ أليست مصنفة لدى النظام إرهابية؟
كيف تقبل روسيا أن تفتح الحدود مع جبهة النصرة؟ كيف يقبل النظام؟ أريد أن أعطيك معلومة، اليوم دخلت 15 شاحنة لم تتعرض لتفتيش يعادل 50% ما تعرض له آلية تدخل من عزاز إلى إدلب. يا أخي في ثقة بيناتهم، سيارة حاملة 25 طن فايتة من عند عدوك، من عند الإيراني، من عند النظام، عند روسيا، ما بتساوي، ما بتفتشها ولا بتنزلها. وثقني يا أخي ببرنامج الغذاء العالمي، أنت شو مشكلتك؟ الجماعة وثقني. المشكلة أنه ليس برنامج الغذاء العالمي من أرسل الآليات أستاذ أحمد، الآليات والمواد لم يرسلها، برنامج الغذاء العالمي قام بالتمويل، النظام من أرسلها هم مخابرات النظام. في طرطوس المستودعات، في طرطوس من يديرها، في طرطوس هن شبيحة أبو علي خضر، شبيحة محافظ طرطوس، لو بدهم يحطوا لك عبوة ناسفة بيحطوا. طيب السيارات لما رجعت من عن جبهة النصرة الإرهابية الداعشية إلى مناطق النظام أيضا لم تتعرض للتفتيش. مو معقول يعني واحد كان يفخخ لك على أساس سيارة يبعث لك إياها على دمشق ويضحي بحياته ليفجرها، تيجي سيارتك لعنده ويرجع لك إياها خالية. واضح تماما أن حجم الثقة بينهم أكبر بكثير مما نعتقد، هذا أولا. ثانيا، النظام الآن ما يريده من إغلاق المعبر الإنساني هو أن يصبح مصدر المواد الغذائية السوق السورية. البعض يعتقد أن منظمة الغذاء العالمي ترسل بواخر السكر والرز، هذا لا يحصل، هم يقوموا بالشراء من السوق السورية. السوق السورية أي يشترون من الفرقة الرابعة ومن أسلام ماهر الأسد وبشار أسد وأسماء الأخرس. الآن إذا قامت جبهة النصرة بفتح هذا المعبر سيكون باب تربح جديد، سيكون هناك آلاف الأطنان من المواد الغذائية تشترى شهريا من السوق السورية بالدولار النظيف، تعطى للفرقة الرابعة، تعطى للإيرانيين بالدولار النظيف ويرسلون لك المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها. يوم أمس فقط، يوم أن قام النظام بمصادرة 15,000 طن من السكر لأحد التجار المعروفين في ريف دمشق في منطقة الدخانية قرب باب شرقي، قال أنه يحتكرها رغم أنه تاجر كبير أنا أعرفه ومعرفة شخصية. لماذا قام بذلك؟ لكي يمنع أحد من التجار الغير محسوبين على الفرقة الرابعة من بيع أي مواد غذائية بالجملة وبكميات كبيرة للمنظمات الدولية أو المنظمات الأمم المتحدة. هذا باب تربح جديد. النظام وجبهة النصرة الآن يعترفون بشرعية بعضهم، دعنا عن اعتراف الجولاني بشرعية النظام، هو معترف بها الآن، النظام اعترف بشرعية الجولاني، روسيا اعترفت بشرعية الجولاني، التيتان اعترف بشرعية الجولاني. هذا التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على إدلب الآن بات يمتلك شرعية لدى النظام، كيف لا نقول عنه أنه شريك؟ كل شيء باين الآن، ما في داعي للكذب يا أخي. طيب، بدنا نستنى حدا يعطينا أدلة. طيب، أرجو منك البقاء معنا أستاذ زياد الرئيس. أنتقل إلى سيادة العميد أحمد رحال، أرحب بك معنا من جديد، المحلل العسكري والاستراتيجي. استمعت لآراء متنوعة ووجهات نظر مختلفة، استمع لرأيك. أول شيء مساء الخير، تحياتي لك ولضيوفك ولكل السادة المشاهدين، وخليني أبدأ بتوجيه التحية لأبطالنا في درعا اللي اليوم عم بيخوضوا معركة البقاء ومعركة الصمود ومعركة كسر الحصار. هلأ بالنسبة للجولاني وبالنسبة لهي التحرير الشام، يعني اليوم نحن بعد 11 عام من الثورة السورية لم تعد هناك الكثير يعني من النقاط المظلمة أو الشغلات الغايبة عن النظر. اليوم الطفل السوري أصبح يعرف أين الخطأ وأين الصح، من هو العميل ومن هو الوطني، من هو الحر ومن هو المرتزق. غابة الرمادية، ما عاد في رمادية نهائيا. يعني الجولاني على مدار 11 سنة بالثورة السورية، بعتقد أنا هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام، شو بدك تسميها كلها عبارة عن ألوان لمضمون واحد. مرت في 5 مراحل بسرعة بمر عليها. المرحلة الأولى تبني قذرات النظام، تبني جرائم القذرة التي ترتكبها مخابرات النظام، من تفجير الخطيب إلى تفجير القزاز لعمليات التفجير وقتل المدنيين. هي كانت المهمة الأولى لألا باعتبار كانت ضعيفة يوميتها. المرحلة الثانية كانت هي عبارة عن قتل الفصائل وسرق السلاح الثقيل. المرحلة الثالثة كانت لألا هي عبارة عن تنفير الحاضنة الشعبية عبر التضييق، عبر الزج بالسجون، ملاحقة النساء، ملاحقة الناشطين، ملاحقة الإعلام، ترهيب. المرحلة الرابعة كانت مرحلة تسليم المحرر. وشفنا الكلام لما حكينا على الاجتماعات اللي عم تصير ببيت عضو مجلس الشعب الأسدي بقرية أبو دالي، وأنه في خطر بتسليم شرق السكة. خرج علينا الجولاني وخرج علينا المحيسني وخرج علينا أبو اليقظان المصري، وهدول خونة وهدول كذابين، وهدول بليلة ما في ضوء قمر فقنا الصبح لقينا المنطقة سلمت بالكامل. لما حكينا من شهر ونص وليس من زمان
يا جماعة انتبهوا، الكبينة اللي استعصت على الروس واستعصت على الإيرانيين واستعصت على نظام الأسد عشرات المرات ونبهنا انتبهوا يا جماعة، الكبينة بدهم يشيلوا الناس اللي فيها اللي ما عم يتنازلوا على الكبينة بليلة ما فيها ضوء قمر طيروا الناس الموجودة فيه كلها. وأنا بعتقد خلال فترة قريبة بدأت تسلم الكبينة صفقة صفقة مع النظام والمخابرات. أيضا لو رجعنا لورا، حلب الشرقية استعصت على النظام وما في شماعة لحتى يقصفوها بالطيران، المحيسني دخل مع 100 واحد أوجد المبرر وسلمت حلب. أبو مالك التلي مثل ما تفضل أستاذ زياد بعد ما سلم القلمون وأوجد عذر لحزب الله وللجيش اللبناني انتقل على الغوطة الشرقية ب 150 واحد سلم الغوطة الشرقية وانتقل على مناطق أخرى. اليوم كنا نسيطر بالعام 2013 على 68-69% من الجغرافيا السورية، قتلوا الجيش الحر، اليوم شو بنسيطر؟ من 10-11% من الجغرافيا السورية. طيب هذا كله إيه؟ هلأ المرحلة الأخيرة اليوم هي المرحلة الأخطر، مرحلة إعادة تدوير نظام الأسد وبشار الأسد. تدوير تدوير، وبالتالي هذا الأمر بده شوية إعلام، بده شوية سياسة، بده شوية تعاون. ونظام الأسد عم يعاني من بعض الضائقة، الروس طالبونا وصار لهم 2 سنين عم يطالبوا بإغلاق المعابر وفتح المعابر عن طريق النظام. طيب اليوم الجولاني عم يأدي له هالخدمة هاي. اليوم الروس من زمان عم يطالبوا بفتح ممرات ومعابر بين المناطق اللي بسموها محررة ومناطق النظام. اليوم الجولاني عم يأدي له هالخدمة هيدي. وبالتالي اليوم الجولاني إعلاميا، يعني أنا اليوم ما بتفهم، من شوي سمعت كلام ضيفك الأخ ياسر رأفة بأهل المحرر. أي رأفة؟ لك إذا أنت المواد الفليفلة والفروج والبيض ما عم تخليها تجي من مناطق درع الفرات غصن الزيتون تجي لعند أهل إدلب، صرت رحيم عليهم تدخل من عند نظام الأسد لون. القاتل متى كان رحيما؟ سواء كان الجولاني ولا بشار الأسد. وبالتالي يعني اليوم هالمولات والمطاعم ولا آخر الموجودة عند أمراء الجولاني، ما كلنا شفناكم وقت اللي جيتوا لعنا بشراويل ممزقة، منالكن هالشيء هذا كله. بس يا سيادة النقطة الأخطر، بس في نقطة لا هي بدي أوقف عندها وبعدين ننتقل للبعض إذا بتسمح لي. أليس من المبالغة اليوم أن تحمل الجولاني وهيئته كل هذا الثقل وتتهمه بالخيانة، بينما ما يحصل هو ترتيب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وبإشراف وبموافقة الجميع؟ ما المطلوب منه اليوم؟ هل يحرم أهالي إدلب جزء لا بأس به من هذه المساعدات التي لو لم يأخذها هو أو حكومته لتوزع على أهالي إدلب والمهجرين إليها ستصبح بيد النظام كله؟ هل يعني أخطأ عندما أقدم على هذه الخطوة؟ من يقرر مصير المنطقة؟ نعلمه جيدا، لماذا وضع كل الثقل وكل المسؤولية على هيئة تحرير الشام؟ يعني أولا الحر ما بيساوم على موقفه، الحر ما بيساوم على موقفه، والمؤمن لا يساوم على دينه، وهو يدعي الإيمان ويدعي أنه من الأحرار. هذا الكلام ما بيصير، الكلام هذا، هذا نظام الأسد نظام مجرم. اليوم أنا عم لمع صورته. اثنين، القول، وهو بدي أرجع لهي النقطة لأن كتير مهمة أنا عندي، القول أن هي تحرير الشام أو جبهة النصرة أو كل ما تسميت القاعدة اسمها وهي ما تزال قاعدة أنها جزء من الثورة السورية، هذا عار علينا نحن. لن نناقش موضوع ليش؟ لأن في نقطة مهمة، بشار الأسد عبر الخريفة تاعيته بوسينة شعبان طلعت لنا بعد 10 أيام لتقول هذه ليست ثورة، هذه إمارات وهذه قاعدة. هذا اليوم عم نعتبره جزء من الثورة، فعلينا نعتذر من بشار الأسد، علينا نقدم اعتذار لبشار الأسد، لأنه هذا الكلام خبرنا إياه قبل نهاية الشهر الثالث عام 2011. يعني ماذا تطلب من أهالي إدلب؟ رفض المساعدات التي تأتي عن طريق الهيئة؟ بالتأكيد رفضها، بالتأكيد يا رجل. يعني اليوم يا أستاذ أحمد، اليوم في عندك ثورة سورية، اليوم في عندك مبدأ. أولاً إدلب ما جوعانين، إذا بتوقف جماعة الحسبة وبتوقف سواعد الخير وبتوقف جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي أوجدها الجولاني، بتصير إدلب بتوزع أكل على حلب والساحل وعلى حما وحمص حواليها. إيه موجود، كل شيء موجود عندهم، موجود عندهم الجماعة. قصده خيرات إدلب، منطقة زراعية. يعني هالسرقات اللي عم تنسرق، عشرات ملايين دولارات اللي تهربت لبرا، مكاتب السيارات ومكاتب الشحن والمولات والمطاعم واللي هربوا لبرا. يعني في واحد بس هرب على اليونان من فترة شي 6 شهور 12 مليون دولار لأحد أمراء هي تحرير الشام. يوافق صحيح بالمناسبة، يوافق أهالي إدلب على بيع محاصيلهم الزراعية للنظام؟ لا
لم يوافقوا. لا لم يوافقوا نهائيا. وبالتالي بينما الجولاني سرق الحديد وسرق النحاس وسرق سكة الحديد وسرق كل الأموال أو كل شيء بينباع وخردة الحديد وعطاها للنظام وباعها للنظام تحت عنوان التحصين والتمكين. أي تحصين وتمكين أنت عم تسلم الجبهات؟ أي تحصين وتمكين أنت سلمت شرق السكة وسلمت نص الساحل وسلمت جبهة حماة ولم تقدم شيء؟ أما بالنسبة لهدول اللي عم يموت السوريين الشرفاء أنا بعتبرهم حتى لو كانوا من جماعة هي تحرير الشام، هدول مساكين دفعوا الثمن. يوم الفضحنا قصة شرق السكة ترك 250-300 مقاتل شرق السكة بدون سلاح ثقيل بدون سلاح متوسط ومنع عنهم تعزيزات وقتلوا جميعا كي لا يقال من أنه ما نبهنا عنه في بيت أحمد درويش بأبو دالي أنه صحيح قتل 250 واحد ثلاث أربع مفخخات سوريين. يعني أنا بدي أسأل سؤال وبدي أختم بهالكلمة هيدي كلها، طالما أنه هي المفخخات وهدول اللي بفجروا نفسهم هم في طريقهم إلى الجنة، طيب أمراء الجولاني ما بيحب يروح على الجنة؟ هذا السؤال مطروح منذ زمن، يعني من لحد الآن ما في إجابة عليه. على كل الأحوال سأعود إليك أيضا سيادة العميد لنستمع إلى آراء السوريين في الشمال السوري في إدلب والمهجرين والنازحين إليها حول موضوع فتح هيئة تحرير الشام للمعبر مع النظام بحجة إدخال المساعدات الغذائية إليهم، ونعود لمتابعة هذا الحوار. نستمع. ليش نحن بحاجة مساعدات من النظام؟ أكيد يعني مبيت شيء والله العظيم شو هو، يعني أنا باعتقادي أنه عب يروج لأنه يستلم المعامر وتفوت المساعدات كلها عن طريق النظام. فأكيد يعني هلأ هو يعني يوقف القصف عن درعا وعن غير مناطق مثل جبل زاوية وهذا بيكون وصلنا مساعدات، نحن ما بدنا مساعدات منه. لا بأكيد مناطقنا بحاجة إلى المساعدات بسبب النزوح الكبير اللي صار وتضخم عدد السكان في المخيمات، لكن معابر موجودة ونحن نشوف روسيا كيف عم تضيق على المعابر وكل سنة في تجديد لمعبر باب الهواء. فأكيد دخول المساعدات عن طريق النظام هو شرعني لألون، شرعني لأنه في شيء اسمه دولة سورية بتقدم مساعدات لكل المناطق حتى مناطق المعارضة مثل ما هني بيسموها يعني. فأكيد هذا الأمر نحن بنشوفه مو بصالحنا، مو بصالح الثورة. أكيد نحن ما لنا بحاجة للمساعدات المقدمة من جهة النظام، ما هني عم يطلبوا مساعدات، ما هني ما جرت الغاز مع بلاقوها، ربطت الخبز مع بلاقوها، فهني اللي بحاجة للمساعدات. أكيد في هدف سياسي بحت وراء هاي الأمر اللي عم يصير. نحن نتمنى أكيد ما يدخل أي مساعدات من طرف النظام. أنا يعني برفض هالشيء لأنه نحن الوضع عندنا الحمد لله أفضل من النظام، والنظام هو بحاجة المساعدات مو نحن، وعم بدخل مساعدات من معبر باب الهواء يعني، وهذا الشيء يعني ممكن يأثر على معبر باب الهواء في المستقبل بعد مثلا 6 شهور تصويت القرار، يعني ممكن أغلقوا معبر باب الهواء بأثر كثير على الشعب الموجود. يا أخي نحن ما بدنا شيء عن طريق النظام أبدا، النظام هو مقادر يشبع الشعب اللي عنده تمام اللي يبعث لنا عنا تمام؟ هاي عبارة عن شرعني منه تمام؟ على أساس أنه بيحسن يقطع مساعدات للمحرر اللي عنا، نحن ما بدنا منه شيء. المساعدات اللي دخلت أنا برأيي غلط، ما في منه فائدة أبدا، وخاصة دخلت برفع شعار الهلال الأحمر السوري وليس الأمم المتحدة، هذا أكبر غلط. أنا ضد هاي الشيء لأن هذا شيء تحت غاية نفسه تحت طمع نفسه مشان الدول الأوروبية ومشان بيعتقد أنه يسكر معبر باب الهواء لأغلاقه، يعني تحت أمور سياسية، فبعتقد أنه من الأفضل أنه يروح يساعد نفسه يعني، فأنا ضد هاي الفكرة. هلأ هدف النظام من إدخال المساعدات هو هدف سياسي أول شيء، إعطاء شرعني أمام الأمم المتحدة أنه ممكن يدخل مساعدات لمناطق المعارضة. هدف من هذا الشيء كمان إغلاق معبر باب الهواء بالتصويت القادم، أنه هو ما في داعي أنه يدخل مساعدة عن طريق باب الهواء، هو ممكن يدخل مساعدات على مناطق المعارضة. مثلك هو هدفه أكثر شيء هدف سياسي، يعني إحنا طبعا منطالب بإغلاق المعبر وعدم إدخال المساعدات عن طريق النظام ولا 1%. نعود للنقاش مع ضيوفي الكرام وإلى الأستاذ عصام الخطيب القيادي السابق في هيئة تحرير الشام ضيفي من عزاز. من جديد ورحب بك معنا أستاذ عصام. هل هيئة تحرير الشام تغيرت فعليا الوجه الحالي لها عن الوجه الذي كنت أنت قيادي فيها، أم أن اليوم الأهداف تغيرت ومنذ البداية لم تكن صورة هيئة تحرير الشام واضحة كما هي الآن؟
في الحقيقة يعني الذي ظهر هو صورة الجولاني الحقيقية وفساد الجولاني الحقيقي وفساد الشلة التي تحيط به، هذا هو الذي ظهر بشكل مفضوح وبشكل صريح. أما عن الهيئة وقبل فتح الشام وقبل النصرة طبعا كانت يعني لها ما لها وعليها ما عليها، كان فيها يعني كثير من الخير، كان فيها كثير أخوة جيدين، كان فيها يعني كفاءات، كان فيها كفاءات عسكرية، كان فيها كفاءات تقنية، كفاءات يعني ثورية، ولكن أما اليوم صف الجميع تقريبا بين قتل على يد التحالف عن طريق عميله القحطاني، صلة الوصل بين الجولاني والتحالف، والباقي يعني أما صفاهم عن طريق تشويه السمعة وأما عن طريق السجن وأما عن طريق الإبعاد، وصفى له الجو مع شلة المطبلين والمرقعين وعبدة المال، هذا هو الذي الجو الذي يحيط بالجولاني. القحطاني صلة الوصل بين جبهة النصرة بين أبو محمد الجولاني، ليس فيهم شخص يستطيع أن يقول للجولاني لا. هذا الكلام. بس خليني أسألك عن جزئية عصام لو سمحت لي. قلت لي مرقت معلومة حبيتك تكمل فكرتك بس بدي توضح لي إياها. القحطاني هذا الشخص صلة الوصل بين الجولاني والتحالف الدولي، هل من تواصل أصلا بين التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وهي تحرير الشام؟ طبعا تم اكتشاف هذا التواصل نتيجة اغتيال القيادات الجهادية من الهيئة نفسها ومن فصائل جهادية أخرى، يعني تواتر قتل كل من يختلف مع الجولاني، سواء مجموعات سواء أفراد، بغارات على يد التحالف. نعم نعم قتلوا. نعم عن طريق التحالف، الذي ينجو من التحالف يعني يموت بعبوة، ولكن بشكل عام طائرات التحالف يعني نكون صادقين إذا قلنا يعني 90% قتلت معارضي جولاني من الجهاديين والشخصيات الجهادية الكبيرة. أوف كلام خطير. عندك أمثلة؟ عم يسأل الأستاذ ياسر مثل مين؟ الشيخ أبو الخير، الشيخ أبو الفرج، أبو جابر الحموي، أبو فراس السوري، أبو سراقب، إيش كان اسمه أخونا؟ هذول كلهم سوريين عصام أم من جنسيات مختلفة؟ في مصريين وفي سوريين. طيب نعم. هي وضحت يعني بصفتك شاهد والكلام على مسؤوليتك، هل من وساطات، هل من قنوات تواصل بالأحرى بين هيئة تحرير الشام والمخابرات النظام أو أي جهة تتبع للنظام؟ هيئة تحرير الشام يعني الجولاني يفتح قنوات تواصل مع الجميع، هناك تواصل دائم. لا بس لا تحكي لي بعمومية، سألتك عن النظام، في تواصل نعم بين الجولاني هيئة تحرير الشام والنظام؟ ذكر التواصل مع النظام وغير النظام، الذي جاء بالقحطاني بسيارات الفرقة الرابعة من درعا إلى إدلب ليحمي طريق السلمية حلب، يعني هذا الأمر أصبح مفضوحا، موضوع تواصل وموضوع التعامل معه. القحطاني قال لي شخصيا عندما تم أسر 30 فتاة علوية في السد في المنطقة الشرقية، أرسلهم إلى جامع وكتب له رسالة وقال له كذا وكذا، يعني هناك تواصل دائم، الرجل وأينما ذهب يفتح قنوات تواصل مع ضباط النظام. إذا منذ البدايات الموضوع ليس بالجديد بشكل دائم يعني. واليوم تصر على فكرتك أنه اليوم فتح معبر مع النظام يخدم النظام، يعني هيئة تحرير الشام أو محمد الجولاني يخدم طبعاً النظام. طبعاً من سيخدم؟ من هو المأزوم الآن؟ من هو المأزوم الآن سياسياً واقتصادياً؟ الهيئة أيضاً مأزومة، الهيئة كذلك مأزومة وسياسياً واقتصادياً، والهيئة مأزومة أيضاً يعني في المناطق التي تسيطر عليها، عند مدنيين وعند جياع وعند انفلات أمني وعند أعداء كثر، يعني الكل مأزوم. نعم يعني هدول مسؤوليتنا نحن، الانفلات الأمني اللي عندهم والجوع اللي عندهم انطعميهم نحن. طيب بسام بربندي بعده معنا الأستاذ بسام. أستاذ بسام اليوم وأنت تستمع إلى ما يقوله الأستاذ عصام وهو قيادي سابق في هيئة تحرير الشام يعني وشهد شاهد من أهلهم السابقين إن صح التعبير، هل تستغرب بصفة
بصفتك دبلوماسي ايضا سوري سابق على النظام مثل هكذا ترتيبات، يعني يقال في اسمعها كثيرا انه هذا النظام استطاع ان يضحك على العالم كله بانه يحارب جهاديين وتنظيمات متطرفه، وها هي اليوم ادلب بالعموم تختصر بكلمه هيئه تحرير الشام. هل تتوقع او تعتقد او لديك معلومات عن تواصل بين الطرفين منذ البدايات؟ يعني كمعلومات لا والله ما عندي، ولكن النظام من اول يوم هو قام بقتل كل الاشخاص الشباب الذين يعني كانوا يدعون الى المدنية الثوره، واطلق كل سراح الجهاديين الذين كانوا موجودين في صدنايا. يعني هذا من اول من يوم المعتقلات. من المعتقلات، يعني هذه قصه معروفه وجميع الاشخاص الذين كانوا في صدنايا يخبرون اياها، يعني الشباب المعتقلين وغير التيار الاسلامي او الجهادي تحديدا، كانوا كلهم يخبرون بانهم يعني كل الاشخاص جيش الاسلام الاحرار النصره وعارف كمان في فصيلين اسلاميين اخرين كل قياداتهم كانت بصدنايا. فالنظام كان لديه، لهذا انا يعني من ما تكلمت به انه اكبر اخطاء الثوره السوريه التي حصلت هي اسلمتها واسلحتها تسليحها اسلمتها لانه عدد النظام الرسالة إلى الغرب، أما أنا وأما الإسلاميين ثم أصبحوا جهاديين ثم أصبحوا إرهابيين. كل الكلام كنا نعرفه بأن النظام كان محل ما يكون في جيش حر يقصفه، محل ما يكون في إسلاميين وجهاديين ومدري إيش بيتركهم بأمان. حتى في أيام الرقة عندما كانت تحت سيطرة داعش الإرهابية كان الناس تهرب من مناطق حلب إلى 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 الرقة، لأن النظام لا يقصف الرقة، لا يقصف الإرهابية. فالنظام كرس هذه الآلية على مدى السنين الطويلة بأنه لا يوجد هناك حل لشخص معتدل، سواء معتدل دينيا أو معتدل علمانيا أو معتدل سياسيا اجتماعيا، لا يوجد مكان. إما النظام بما يميز بكل جبروته وإجرامه، وإما الجهاديين الإسلاميين الإرهابيين إلى آخره. فجبهة النصرة هي تمثل زبدة الإرهاب، يعني اليوم إذا هو أتى إلى أي محفل دولي ويقول إما أنا وإما هؤلاء، عرفت كيف؟ فيعني النظام لعبها صح من أول يوم. للأسف في بعض قيادات من المعارضة في البدايات هي دعم جبهة النصرة سياسيا أو إعلاميا أو واعتبرتهم أخوتنا وما بعرف شو، يعني هذولا أدوا رسالة للنظام بشكل غير مباشر. اليوم نحن ندفع ثمن كل شيء. مثلا أعطيك مثال أوضح ودقيق، هو درعا. درعا اليوم تخصف لأنه لا يوجد فيها جهاديين، لا يوجد فيها إسلاميين، لا يوجد فيها من يقول للنظام أنا سأهادن معك. درعا، ولكن إدلب يعطيها نظام أكل لأنه فيها هناك من يقول أنا إسلامي جهادي إلى آخر. يعني اليوم مثال واضح وصارخ ما بين درعا وإدلب بطريقة تعامل النظام والمجتمع الدولي. بمعنى أن هذه التنظيمات اليوم ضرورة، لا يمكن للنظام ضرورة اليوم أن ضرورة جدا ضرورة أن جدا. يسعى إلى محوها من المعادلة السورية. لا يريد، لا يعني هو لا يريد، هي تفيده أكثر. يعني مرة أخرى درعا لأن فيها مقاومة مدنية أهلية ليس لها بعد أكثر من بعد دفاع عن العرض والأرض، هو يقوم بتدميرها لأنها تعاكس مفهومه للثورة، هؤلاء ناس عاديين بسطاء يريدون أرضهم. إدلب هي بالعكس، هناك تنظيم يقول أنا دولة إسلامية بشكل أو بآخر، يغذي يعطيه طيب. مصاري ويعطيه، عرفت؟ يعني هذا هو الشيء الذي علينا ألا نضيع بطريقة تفكير النظام بالتعاطي مع السوريين ككل. مثل الشخص مثل أحمد رحال هو غير مقبول، شخص مثل واحد يكون له دخن ولابس أفغاني وماريا القحطاني مثلا هو جدا مقبول، محمي فعلا، هو محمي بشكل أو بآخر، يعني يتحرك كما تفضل ضيفك منك من شرق سوريا إلى غرب سوريا وبسيارات ومرافقة وإلى آخره من النظام. ولكن شخص عادي يقول أخي أنا ضد النظام وضد تغيير عادي وضد مجتمع سوري عادي طبيعي متوازن، هو غير مسموح له أصلا يكون موجود. وصلت الفكرة أستاذ بسام. أستاذ ياسر البدوي، إن كان لديك أي تعليق، وأريد أن أسألك، يعني كل استمعت للاستطلاع اللي أجريناه، هناك وعي ما شاء الله عند الشارع السوري في الشمال، واضح جدا من خلال إجاباتهم، تقريبا تقاطعت مع كل الآراء الموجودة في هذه الحلقة. طيب بالبدايات كانت هيئة تحرير الشام أو عندما كانت فتح الشام وجبهة النصرة كانت حريصة دائما وبشكل واضح على إرضاء الحاضنة الشعبية، على تقديم خدمات لها من أجل الولاءات ومن أجل التقبل الشعبي. اليوم هذه الاعتبارات لم تعد ضرورية لهيئة تحرير الشام؟ ما زالت من هذه الناحية. لماذا لا تقوم حتى ولو مسرحية أننا نرفض هذه المساعدات ونشترط أن تدخل فقط عن طريق باب الهواء لتقول يقتنع الشارع بها على أقل تقدير؟ أنا قلت لك هناك بعض التجاذبات الدولية والإقليمية، لا أمتلك معلومات كافية عنها ولكن أستطيع أن أقدرها تقدير. يعني هناك جزء من الألاعيب التي تتم
ربما توجه رسالة لدول إقليمية أنها تريد أن تفتح باتجاه آخر، هي تحاول أن تلعب على هذا الموضوع. سمي لي ممكن؟ لا أستطيع أن أسمي ولا أريد أن أسمي، ولكن أنا أقول بالمطلق، يعني أنا أتحدث بلغة سياسية. ربما هناك خلاف مع تركيا الآن أقول، وهذا الخلاف ربما يريدون إيصال رسالة أنهم لديهم منافذ أخرى أو يفتحون ضغط. أنا أقول ربما، ولا قلت لم أقل لدي معلومات. أنا أقول ربما قد تكون جائز العديد من النقاط، ولكن بالمجمل فتح المعابر هي خاطئة لأنها تكسر الحصار وهذا مبتود فيه، ولكن الحالات الاضطرارية من يوجد على الأرض لديه المبررات ولديه الزرائع. لكن يعني أنت ذكرت لي أن هل لديك تعليقات؟ الحقيقة إن فتحنا باب التعليقات طويلة جدا سأختصرها نقاط سريعا. خليني أنا أطرحها على حضرتك. أستاذ زياد الرئيس قبل خير قال لك سابقا كانوا ياخذوا 40% من اي مساعدات تدخل هيئه تحرير الشام، اليوم قد ايه بده يتركوا للشعب؟ كم سيتركون للشعب؟ ما عندي هي التفاصيل، ولكن بالعموم اي فصائل يعني تحرير الشام مثلا ومن معها يعدون احرار الشام اصدق تحرير الشام 20,000 مقاتل واهلهم وهذه يعدون من 100,000، وبالتالي هذول يحتاجون للمساعدات. بكل احوال هذه تفاصيل. تحكي عن الهيئه؟ نعم هذه تفاصيل. إن لو ذهبت باتجاه ان هناك احرار الشام وهناك جيش الاحرار وغيره تصبح امام كتله بشريه كبيره جدا. هذا لا ادخل فيه انا، ولكن يعني ليش لا تدخل فيه يعني؟ لا ادخل فيه، هذا صلب الموضوع، لانه لا أحد لديه معلومات صحيحة. هذا من جانب. حتى اللي ذكره الأستاذ عصام والذي يقول أنه كان في الهيئة، الحقيقة لو تتبعت أنا قلت لك يعني ليس لديه معلومات. لا هو يتحدث على بمعلومات مش تحليل. يا أخي قال قتل أبو فراس السوري. أبو فراس السوري رحمه الله 90% من اللي قتلوا بالغارات، غارات التحالف الدولي، هم أعضاء أبو محمد. هل العريدي أم هل أبو فراس السوري؟ هل قتل أو يعني أنني لا أبرر القتل ما أنا أقول، ولكن أوصف. هل ضرب الرؤوس المتشددة والقاعدة هل كانت هي ال- 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 الشيء السلبي للهيئة أم أنه كان الإيجابي لتطور الهيئة؟ نتناقش بهذه الطريقة. أما أن نقول أنه قتل المجاهد، قتل القاعدي، قتل القاعدي سواء بتنسيق معه أو مع غيره، قتل زعيم داعش البغدادي في إدلب، هذا إذا افترضنا وصدقنا أنه هن ليس انفكوا عن القاعدة يعني. نعم على افتراض أنه صدقنا الجولاني. لا أنه هذا موضوع سياسيا أنا لا أريد أناقشه. نصدق أو لا تصدق، لديك جهة تفصل لديك جهة وتقوم وتعلن وأعلنت هذا الموضوع وحصد اشتباك مع زعيم القاعدة ثم مع اجتاب وحصل قتال على الأرض ونزلت الأسلحة واعتقلوا هؤلاء وضربوهم. وبالتالي نقول نصدق أو لا صدق. أنا بس عصام عم يحكي بمعلومات مش تحليل، وعلى مسؤوليته المعلومات. هو أنا كان قيادي بالهيئة. أنا لذلك أقول عندما نريد أن نحلل صحيح يجب أن تتوفر المعلومات الكاملة. عندما نقول مثلا أبو فراس السوري قتله الجولاني، طيب كيف يمكن لرفقة سلاح مثلا وهم كانوا في تنظيم واحد وكان ليش هل يخفى على أحد أنه الجولاني بشكل مباشر الهيئة قتلت كثير من الرفاق السابقين؟ هو لا يخفيها، الهيئة لا تخفيها يا أستاذ ياسر. يعني معارك يعني مع التركستاني وحراس الدين، وذكرني بأسماء الفصائل. لا 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 سيادة العميد حراس الدين الحزب التركستاني السم موجود ولم حدا يقترب عليه. دعني أقول وهي المعارك اللي مع الحزب التركستاني ايه طبعا موجود حزب التركستاني ايه بس ولم أحد يقترب منه ولم أحد يقول وما زال يعمل في إدلب الذي تم ضربهم هم حراس الدين. أيه؟ حراس الدين الذين مرتبطون بالقاعدة وأميرهم في قلب إيران. هدول شو مو رفقة سلاح؟ هدول لما كانوا قال إدلب بدهم يقتلوا حسابات وخاطئة سيادة العميد. هو من حمى حراس الدين صحيح حسابات وخاطئة، وكنا نقول منذ البداية لماذا لا تصلي؟ قالوا نريد ثمنا دوليا. هذه حسابات، أنا أقول لك حسابات خاطئة ومتأخرة. أنت تريد أن تصف بالبكج والعموم والإلغاء، أنا أحاول أن أحلل ما جرى الآن فقط لا أكثر من ذلك. لذلك أنا أحاول توصيف المرحلة وما قاله السيد عصام من الملاحظات، يعني الملاحظات أنه لا قتلوا المتشدد والرؤوس الحامية. وحتى نعلم تماما عندما انفصلت عن القاعدة العريدي أول منظر لهم هو انقلب عليهم وبدأ، ونعلم الكثير منهم أيضا. نحن نريد أن نرى من رؤيتنا نحن السياسية أولا هل ما جرى في الهيئة من تطور يعني من خلال هذا المسار هل هو سيء أم كان إيجابي باتجاه تخليهم عن القاعدة باتجاه دخولهم مع اللعبة الدولية. طيب. هل هذا أصبح عبء على الثورة؟ هذا نقاش. طيب أستاذ ياسر كرمال منشطة خليني أسألك جملة واحدة بدي أسألك بدي أعطيك وقت كمان خليني أسألك بس
معظم الضيوف تقريبا كلهم زياد أستاذ بسام عصام وسيادة العميد كلهم اتفقوا على أن ما يقوم به الجولاني ليس استعباط، هناك تخطيط، هناك تنسيق، وهو بالدرجة الأولى يخدم النظام وبشكل مباشر. رد لي على هذه النقطة. هناك تخطيط، هناك تخطيط، إن لم يكن تخطيط فهذه مشكلة كبيرة، أما أن يخدم النظام أعتقد هذه مسألة تحتاج لنقاش كثيرا. خلينا نناقشها. أنا لا تستطيع أن تناقشها. لا أستطيع. أنا تعبت في هذا الموضوع وكتبت منذ البداية. أبو محمد الجولاني الشاهد الملك ما زالت في مجلة البديل عندما خرج وقال كما ذكروا الضيوف أن تفجيرات التي حدث في دمشق من الجمارك إلى القزاز كل نسيتهم الآن، وتبناهم أنه كان يخدم للنظام. هل كنت تخدم النظام أم كنت تريد، ما الذي خطط معك أيضا يريد أن يقول لهذا النظام المجرم هناك قوة تستطيع أن تضربك وتضربك في عقر؟ هذه نقاش ليست لم يظهر منها أي شيء، فإذا ظهر منها شيء فليتفضل أحد وليخرجه. أنا عندما أريد أن أحلل بشكل صحيح علي أن أمتلك معلومات صحيحة لحتى أحلل. أما أن من حق الناس أن تقول آراء، وهذا شيء طبيعي، من حق الناس أن تقول كما يقولون عن أورينت الآن، هل أورينت كذا، هل أورينت عميلا للنظام؟ من يخدم فتح المغبر هذا مع النظام إذن؟ إن لم يخدم أنا النظام. أعتقد أن الذي يخدم، ولدي قراءة يعني في هذا الموضوع، ولكن مع الأسف الشديد أحيانا القراءات ما بتزبط 100%، ما بتزبط 50%، ولكن مع ذلك نقولها. هناك القوى الدولية، وبعد سيطرة طالبان أو عودة طالبان كما جرى ولها منعكسات عالمية، الولايات المتحدة تريد أن تدشئ، هناك ترتيبات في المنطقة، من ضمن هذه الترتيبات ما حصل في قمة بغداد، وهناك من ضمن هذه الترتيبات ما سيحصل في سوريا. وبالتالي لابد من تكريس فكرة أن وحدة الأراضي السورية وأن هناك نظام معين أو إدارة تريد أن الوصل مع بعضها حتى تتم عملية سياسية. وهنا الخطورة، أن تسبق هذه الخطوات قضية العملية السياسية التي تريد أن تسير بها روسيا وتقدمها أمام الأمريكان وأمام الأوروبيين وأمام حتى دول الخليج وحتى تركيا. هذه هنا الخطورة، أن تأخذ مكتسبات، وهذه يجب أن يتنبه لها هيئة تحرير الشام. بالضحية لو سمحت. نعم. يعني اليوم أبو محمد الجولاني وهيئة تحرير الشام تستبق الحل السياسي وتفتح قنوات مع النظام؟ نعم. أنا أقول الآن وبكل صراحة يجب عدم إعطاء أي ميزة ولا تسليف لأي ميزة لا للنظام ولا لروسيا ولا للأمم المتحدة قبل أن يكون هناك شيء ملموس يحدث على صعيد العملية السياسية ككل والقرار 2254، وإلا سيكون هناك تفريط في الحقوق السورية، لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون لهيئة تحرير الشام مشاركة في أي حل سياسي قادم. يا سيدي، يا سيدي وليكن، لا بس عم بسألك وليكن بس اسمح لي استاذ احمد، هي الطريقه الوحيده أو لا؟ هي يعني يقولون سؤال غير محبب في علم الاعلام. انا اقول وليكن، ان كنتم لديكم طموح في ان تنخرطوا في العمل السياسي هذا حق، انا اعتبره حق، وهناك حقوق أيضا، هناك من قتل ابنه، هناك من قتلت زوجها، هناك من قتل أباه، هذا سيقاضونكم بكل تأكيد، يعني أنتم أحرار خلصوا نفسكم، ولكن أن تلعبوا هذه اللعبة السياسية بشكل صحيح، لماذا تقدمون هذه الخدمة إلى ما زال عدو النظام، ما زالت روسيا العدو، وإن كانت تطرح بعض الأفكار أنها تريد الحل السياسي؟ إذن الهيئة تلعب على المكشوف حاليا. يعني ليست على المكشوف، ما بسمعت آراء الناس بأكثر من هيك مكشوف. نحن نحلل تحليل. هي استمعت إلى آراء الناس أم لا؟ سمعت. الصورة واضحة بالنسبة لي. ماذا تقول؟ إذن هذا لاعب على المكشوف. تقول الناس أنها خدمة للنظام. جميل، وأنا أقول ذلك. وأنت تقول والآخرين يقولون. ولكن في المعطيات، ونحذر من هذه النقطة، وأنا أعتقد أنها نقطة ليست بهذا الشكل الكبير، يعني كما حذر منها الأستاذ بسام بريندي، يعني لأن لا تركيا ستقبل ولا أمريكا ستقبل ولا كل القوى، هي ربما تكون تقبل بماذا؟ ربما تكون رشوة لروسيا من أجل أن تنخرط أكثر في عملية السياسية التي وعدت بها، ربما، أنا أقول ربما، لا يوجد معلومات. هذا هو الجولان. طيب الآن ربما
سيادة العميد، الجولاني لنضعه ضمن إطاره، أبو محمد الجولاني وغيره من قادة الفصائل الموجودة، بعد أن خرج الملف السوري من كل القوى السياسية والمدنية في سوريا، وبعد أن خرج من الدول الإقليمية وتمركز في القوتين العظميين، وبالتالي الكل سيحاول أن يلعب ضمن هؤلاء، ولكن ما نقوله وما نحذر منه وما نطلبه أن يكون اللعب على الصاحي، أن تعرفوا أن المصالح. بس الجولاني ما من الثورة السورية، ربما رأيك، وأنا يعني رأيك محترم. ورأيك أستاذ ياسر؟ والله أنا أقول بصراحة يعني باختصار، ولا أماري في أي شيء في هذا الموضوع. في البداية كما قلت وهناك مقالات يعني أنهم هؤلاء يضرون في الثورة، ولكن بعد الذي اكتشفناه من القوى الموجودة في سوريا وعقلية هذا النظام المجرم البربري الهمجي وعقلية البربرية الروسية وعقلية الحقد القتل الإيراني وحتى الغرب الذي لم يبالي في كل هذه الدماء، طيب أنا اختلفت. وبعد أن انفصلوا عن القاعدة وبعد أن حاولوا أن يتواصلوا بشكل صحيح أوجدوا إدارة مدنية اسمها حكومة الإنقاذ، هناك بروفيسور. طيب بعد كل هذا ماذا اكتشف؟ بعد كل هذا بدأنا نعيد التفكير. الآن ما الذي سيفعلونه هو الذي سيقرر. بس قل لي، ما قلت لي تخالفه بوجهة نظره، ما اكتشفت وصلت لقناعة أنه شو حاليا اكتشفنا؟ أن هي تحرير الشام، اكتشفنا أنهم حموا الثورة. جميل بحمايتهم جدا. بحمايتهم هذه البقعة التي باتت تمثل النقطة الوحيدة التي فيها الثورة. وضحت أستاذ زياد الرئيس بقدر المستطاع يعني وصل فكرتك، ولكن باختصار دهمنا الوقت. يعني على كلام الأستاذ ياسر من صحفي إلى صحفي، يعني أولا حقيقة أن تقول أن هناك بقعة وهي آخر بقعة وأن تسمي الجولاني الإرهابي العميل للنظام وإيران هم من أوجدوه وهم من أتوا به، أنا أريد أن أسألك سؤال، هل تعرف شيء عن تاريخ هذا الإرهابي؟ يعني هل تستطيع أن تقول لي كيف شكل هذا التنظيم الكبير وكيف أمضى 5 سنوات وهو مجهول النسب للجميع؟ لماذا لم تخرج المخابرات السورية لغاية الآن ملف هذا الساقط وتقول كيف ذهب إلى العراق وكيف جند مع برفقة من جندوا طبعا مع أبو علي زلهمة عندما تدربوا في وديان الربيع، وكان بينهم زهران علوش وكان بينهم كل الأوبي، أليس هؤلاء مؤدلجين لصالح النظام السوري من 2003؟ يعني نحن ما بدنا نضحك على حالنا اليوم، أنت الآن تتحدث عن تنظيم إرهابي، ما بعرف، أنا أشعر أنك أنت يعني يا خايف منهم يا خجلان تقول عنهم إرهابيين. والله الوطنية حلوة. تقصد إرهابي إرهابي بشهادة السوريين، لا ننتظر تصنيفات دولية ولا شو تصدق يعني دولية. حتى ولو رفعوا عنه كل الدول الآن الإرهاب هو إرهاب بالنسبة لي أنا أصنفه، لا أحتاج من يصنفه لي، حتى الداعشي الكلب البغدادي كان يقيم بحماية الجولاني حتى سلمه، يعني لم يذكر ربما الشخص أنه ربما كان هذا من ضمن العمليات. كل الدواعش موجودين بحماية الجولاني لغاية الآن، واحد منهم من هو هذا قناع يرتديه هذا ويرتديه هذا النظام والإيرانيين وحزب الله أتوا بهؤلاء، ألا تلاحظ أنهم شركاء بكل شيء؟ وين القتلة تبعه؟ شلون الجولاني عم يتجول اليوم بإدلب و2000 طيارة روسية بتتجول بالجو يا جماعة؟ يعني معقول ما بيفوت على محلات ويطلع ما بيضربوه مثلا؟ ضحك على بعض يعني ما بين نص واضحة المعارك اللي صارت. هلا الرجل عنده استخبارات وحامي حاله يا زياد، عنده استخبارات وعنده حامي حاله على الأرض. طيب معلش، بحلب الشرقية ألم يقوم هذا الإرهابي المحيسني بإلقاء خطبة ب300 مقاتل والأجواء الطائرات تذهب وتأتي ولم يستهدفوا أحد بينما يستهدف طفل في منزله؟ يعني وين حامي حاله؟ هذا حامي حاله، هذا طبعا حامي حاله بعلاقته مع النظام مع الإيرانيين، هو من محور أسيتانا، هو أكثر من يطبق محور أسيتانا. أنا أؤكد لك الفصيل الوحيد بين السوريين كلها الحاضر في أسيتانا هو ممثل أحد ممثلي الجولاني، ما في حدا غيره حاضر، حتى النظام ما له حضران، حتى النظام ما بيحضر بأسيتانا، الإيراني بيجيب له والروسي بيجيب له إلا هذول جماعة الجولاني، وبتشاهد أنه بيطبقوا أسيتانا بحذافيره 100% بيضيقوا على الشمال السوري بيفتحوا مع النظام. شوف اليوم مع السلمية معابر التهريب والسلاح والذخائر والألمينو والنحاس، ما شاء الله عن الحجر اللي عم يطلع من إدلب بيروح على مناطق النظام يتحمل بلادية ويروح اليونان يصدر لقبرص واليونان. يعني ما بنلاقي بحد الزيت وكله هذا الكذب على مين للنظام؟ نكذب على حالنا؟ هذا فصيل أوجده النظام، فصيل من القاعدة، كذبة الانفكاك عن القاعدة والعودة إلى القاعدة، هي القاعدة مرجعية دينية، ما القاعدة فصيل إرهابي، إذا انفكوا عنها ولا ما انفكوا هن إرهابيين شاوة ما بو، حتى لو كل دول العالم ترفعهم عن الإرهاب. طيب. ألم يقطعوا الرؤوس ويلعبون بها كرة القدم في ريف دمشق ويصورونها ويعطوها للنظام بأوامر النظام؟
يعني شو تستنى من هيك فصيل؟ هذا فصيل بيعرف بشريه ولا بيعرف انسانيه؟ هذا طيب. فوق مستوى الارهاب. طيب سياده العميد، بدي اختتم معك بالدقائق الاخيره، مصير المساعدات التي كانت تصل الى فئه لا باس بها من المهجرين وبالخيام في الشمال السوري واللي كانوا بيعتمدوا عليها بشكل او باخر في حياتهم اليوميه، لا يمكن الاستغناء عنها، ما مصيرها بعد هذه الخطوه وهي الاولى بفتح المعبر وان تصب المساعدات كلها عند النظام ويعطيها للجولاني وهو يوزع هذه الخطوه؟ اختصرها ببدايه الحلقه الاستاذ بسام، الى اين ستؤدي وخطورتها؟ استمع لوجهه نظرك ونختتم الحلقه. يعني اولا ال 40% اللي تحدثنا عنها هي ضريبه تاخذها جماعه الجولاني من المعبر، لكن 60% بترجع بتاخذ 3.5 ايضا. كيف بتوزعها على جماعتها؟ هدول 40% هذا حق مكتسب بمعبر باب الهوى، بتدخل ال 60% بالتوزيع بيرجعوا بياخذوا نصها، عمليا هن اخذوا 70% وتركوا 30، اتركوا ال 70% هدول بيطلعوا 1000 شاحنه بالشهر. وبالتالي هون نجي النقطة. اثنين، النقطة الأخطر اليوم، أنا اليوم عم برجع بلمع صورة بشار الأسد. يعني بشار الأسد اللي بال 2012 لما دخلوا مساعدات، أول دخول مساعدات الغذائية لأهل المعظمية، خلط السكر بالملح ووزع لهم إياه. ليش تلميع لصورة بشار؟ ليش أنا هلأ اليوم لما بشوف بشار الأسد يطبع مع هيئة تحرير الشام ويعطيها المساعدات لتوزعها، تسقط من رأسي فكرة أنه يحارب الإرهاب؟ لا بالعكس، اليوم الصورة بالعناوين ما بتقول أنه عم يعطي للقاعدة، هو عم يعطي للشمال السوري، للأربعة ونص مليون سوري. بس عن طريق مين؟ حكومة الإنقاذ. لا تنقل الصورة بالشكل هذا. مساعدات إغاثية من النظام إلى المعارضة، هذه الصورة. نظام الكيوت الإنسان. هذا النظام اللي بال 2012 خلط السكر بالرز بالملح، بال 2021 يدخل 15 معبر. اثنين، 15 شاحنة. اليوم الروس شو صار له 60 عم يشتغلوا بمجلس الأمن؟ وقف المعابر من جهة المعارضة. شو صار له 2 عم يضغطوا على تركيا بالأستنة ومجلس الأمن، وأغلقوا 2 مجلس أمن وعلى تركيا بالأستنة. شو عم يضغطوا؟ افتحوا لنا ممرات بسراقب، ممرات باب الطاقة، ممرات معابر ما بين النظام وما بين المناطق الشمال الغربي لسوريا. شو الغاية منا؟ الغاية انه نتخلص نحن من هدول ونوجد صيغة من التعاون ونسقط شيء اسمه ثورة ونفتح الطرق بين بعض البعض ويا دار ما دخلت شر. والجولاني اليوم، والجولاني اليوم عراب هذا الأمر، يساعدهم. اليوم الجولاني يعني لو رفض كان هذا المخطط كله كان سقط؟ لو هو رفض ساقط في كل الأحوال، هو ساقط، هو عميل. لا 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 لا، أنا أقصد خطة الروس. بالتأكيد سقطت، بالتأكيد سقطت. إنما الجولاني منتهي، الجولاني عميل الجولاني. اليوم الجولاني فاوض الغرب بمرحلة من المراحل من حوالي سنة ونصف وقدم نفسه. فاوض الأمريكان جيمس جيفري من شهر خبرنا إنه من 2018 نحن على تواصل مع الجولاني، ومن إنه بيحمي حلفانا. وبالأستنة من هو عراب الأستنة؟ مين اللي عم يطبق الأستنة على الأرض؟ صحيح ما إنه موجود بالأستنة، إنما تطبيقه على الأرض مين عم يطبقه؟ الجولاني. وبالتالي اليوم الجولاني وتخلص لهم من كثير من الفصائل. بالضبط. حراس الدين اللي حكى عنه لما سوار إدلب، فهمت علي؟ لما سوار إدلب يعني أطبقوا الحصار على حراس الدين، رفع ايده الجولاني وقال هدول بحمايتي وخلص، تركوا القاعدة وصاروا معي. لما راح الجيش الحر رجع فلتون يشتغلوا. اليوم الدور الأخير لقلوا اليوم هو أن يطبق ما يريده الروس. مين اللي عم يطلب معابر بين المناطق المحررة؟ الروسي. مين اللي بيستفيد فينا مجلس الأمن بكرة ويقدم؟ مثل ما قال الأستاذ بسام برمندي، اليوم مو الغاية نقول دخلت 7000 حافلة من باب الهواء ودخلت 200 حافلة من عند النظام. لا، عم تدخل من هون ومن هون، طالما في أمان خلص خلوها تدخل عند النظام. ما في ما ضل ضرورة لباب الهواء، ما ضل ضرورة لباب الهواء. وبالتالي الجولاني اليوم عم بيساهم بهالمهمة. برجع وبقول كلمة أخيرة، ما يسرقه الجولاني من المعابر، ما يسرقه من جيوب السوريين، يعني اليوم الضرائب اللي عم ترتكب اللي عم ياخذها، الضرائب تقدم مقابل خدمات. شو الخدمات اللي عم تقدمها حكومة الجولاني؟ شو الخدمات؟ ولا شيء ابدا، ولا شيء. يعني لو الهواء يقدر ياخذ عليه ضريبة كان اخذ عليه ضريبة. وبالتالي اليوم يعيد السرقات، يعيد الأموال اللي عم يسرقها، يعيد المحاصيل على عم يفرض عليها ضرائب، يعيد الأموال المسروقة بجماعة الحسبة وسواعد الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإدلب بغنى عن المساعدات أصلاً. كانت 4.5 مليون، مو اسم إدلب، 4.5 مليون موجودين بالشمال المحرر، والله بيعيشوا أحسن من المواطن اللي عايش في تركيا.
شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا للأستاذ زياد الرئيس الكاتب الصحفي ضيفي من عمان. شكرا للأستاذ بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق ضيفي من واشنطن، وللأستاذ عصام الخطيب القيادي السابق في هيئة تحرير الشام ضيفي من عزاز. كل الشكر للأستاذ ياسر بدوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ضيفي هنا في الاستوديو. الشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.